افتحوا الباب يا اما هكسره. شفتي بس يا بنت افتحي الباب مكسوره، عايزه اخش الحمام. يوه انا جيت اهو خلاص هفتح لك يا منى. افتحي الباب عايزه اخش الحمام. لا المفتاح وقع يهدك. استني يا اختي افتحوا الباب يا اولاد الكلب. ده كله عشان انا خايفه عليكي. خايفه عليا؟ ده انا كنت دي كنت اعملها على سريرك والمصحف. طب يلا يا اختي بلاش قرف. خشي يا اختي علقي هدومك الجديده وانا كمان هغير هدومي هنشوف هنعمل معاها ايه. يلا هي دي يا بنت كل الفلوس؟ ما كمرتيش حاجة كده ولا كده؟ طب تلاتة بالله العظيم هي دي كل الفلوس؟ وانا هكمر ايه يا نعيمة ولا هكمر فين؟ وحتى لو فكرت ان انا اكمر هو انا عندي حتة انام فيها؟ ده انا لاقية بيتها بالعافية. الواد حودة ما قالكيش هدي دول احنا اولى ونديهم الباقي؟ اخص عليك يا نعيمة. وانا برضو يا اختي ابيعك عشان خاطر حودة؟ الصراحة بقى قال لي تعالي ناخد نص الفلوس، بس أنا إيه اديته على دماغه. يا أختي أنا مش حرامية. اقلعي هدومك وابقي مالطة قدامي ونفضي الهدوم قدامي. خدي يا أختي حتى السلسلة إيه؟ ملهاش أي لازمة. بتحلفي إنك ما كمرتيش؟ لا انا حلفت على الفلوس ما حلفتش على الدهب يا نعيم. اوعي يا بنت تكوني سبتي علامه كده ولا كده وانت داخله ولا خارجه من الشقه. علامه ازاي يعني؟ كسرتي حاجه قطعتي حاجه ما هو تربايت. طب عليا النعمه انا كان هين عليا ولا عليها في كام فستان من الفساتين بتاعتها دي؟ بس جت حاجه كده في الاخر قالت لي يا علي يا بنت. ايوه جرى ايه يا نعيمه؟ قافله عليكي الباب ليه انت والبنت ليل نهار؟ افتحي. حاضر حاضر. ايه يا هان مش عارفة اقعد مع البنت خمس دقايق طيب خاطرها؟ وطيبتي خاطرها؟ اه طيبت خاطرها. اطلعي يا اختي البوي فريند مستنيكي فوق في السطوح شكله كده عايز يصالحك. لا ده انا هطلع له معاكي بقى لما اشوف هو عايز ايه منك بالظبط. يلا يا اختي هوين. يلا يا حبيبتي يو. يعني ايه مش هاخد نصيبي دلوقتي؟ احنا فينا بالشغل ده؟ لا يا نعيمه ده انا افضحك ارتكب لكم جنايه هنا. اه علي صوتك كمان يا اخويا عشان الناس تسمع. ها؟ ما شافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتقاسموا. ما هو كلام بالعقل برضه يا نعيمه. مش المفروض كل واحد ياخد حقه يا اختي دلوقتي؟ كل واحد ياخد حقه اه بس بالهداوه مش كده. الفلوس دي لازم تتدارى. النعمه لو ظهرت على اي حد فينا هنتجاب واحنا مش ناقصين. قول لهم يا اخوي. اه يا اختي ما هو تبعك ما يقولش كده ليه؟ سمع الحيوان بتاعك بيقول ايه؟ اكتم يا حوده الكلام شكله صح. انا مثلا ما اقدرش اخد الفلوس دي هي تروح اسد الدنيا النور؟ الا قولي لي يا اختي هي مروه لما ترجع وتفتح الخزنه بتاعتها هتعمل ايه؟ هتبهدل الدنيا وتطلب البوليس. انا وانتي بس اللي في بوز المدفع او ولاكشي لازم هنتشد. فلازم لما البوليس يجي ويتطقص ويسأل ويفتش ما يلاقيش النعمة ظهرت علينا ولا يلاقي الفلوس دي عندنا. أنا حدارة كده تلات أيام في البلد قال يعني بلم فلوس الدين. وانتي يا أختي لازم كل الناس تشوفك وتشهد إنك انتي ما طلعتيش من باب البيت من ساعة ما السرقة حصلت. وانت يا أخويا فلوسك هتجيلك وهتاخد نصيبك. طب انا دلوقتي عايز الميكروباص ولو ما دفعتش للراجل فلوس هيروح عليا وانا بقى من الاخر عامل الحوار ده كله عشان خاطر الميكروباص. انا ما صدقت وقعته. ممكن تدفع 5-6 آلاف جنيه عربون كانك كنت محوشه، لكن لو دفعت ثمنه كله انت كانك بتقول للبوليس تعالى اقبض عليا انا الحرام. وقال كانت مستحرمه السريق. ده انت طلعتي معلمه وزعمت عصابه يا نعيمه واحنا مش عارفين. اتوكس يا بت. طب لما البوليس يجي ويفتش ما الفلوس هنا يا نعيمة. لازم نفكر عشان كده البوليس مش لازم يلاقي الفلوس دي ولا عندنا ولا عندك. طب بصوا بقى
انا عندي حل. انا الغريب اللي هنا، انا هاخد الفلوس واخفالي 5 6 ايام. لا والله، قلتوا لي بقى ان انتوا عاملين التمثيليه دي كلها عشان خاطر سيكاره ميلها في الارشينات ويكوت. لا والله جميله، ايه الحلاوه دي؟ اتوكس يا حوده، كرم بيتكلم صح. صح يا بت، يا بنت المهفوف انت. احنا نعرفه مين ايه ده يا ده، ولا نعرف له طريق؟ انا هكتب لكم وصل بضعف الفلوس اللي معانا يا حوده، عشان لو هربت تعرفوا تجيبوني وتسجنوني. بردت كده؟ انت هتروح فين؟ هروح اي حته، هسبقك على البلد وممكن تبقي تحصليني. هتصرف يا نعيمه ما تقلقيش. نخلص بس من والده وكل حاجه هتعدي بعد كده. بس انت بقى لازم تحلق دقنك دي وتلبس قميص وبنطلون نضاف كده. انت ممكن لو شافوك كده يمسكوك في اي كمين ولا لجنه. انت طلعتي معلمه وقصة كمان. ما هو كتر النواح يعلم البكا يا اختي. الو. ايوه خلاص فرجت يا مياده. معايا مصلحه كده جاتلي من الهوا، ممكن نتقابل الليله. هقول لك لما اشوفك. لا انت المره دي اللي هتجيلي، هظبط واقول لك. اجهزي انت بس عشان ممكن تنزلي في اي وقت. ماشي، سلام. في ايه؟ خشي بس خشي. ممكن افهم في ايه انت بتعمل ايه هنا؟ قلت لك ما بحبش امشي وراك زي الهبله كده مش فاهمه حاجه. ايه ده؟ يخرب بيتك. ايه ده؟ دي حاجة على مقاسه. احنا عايشنا يومين هنا في الدرة لحد ما نتصرف في الحتة الفقر دي. أحسن ما تبقى أنت عايشة في بيت وأنا بعيد عنك ومش عارفين نوصل لبعض. جبتهم منين دول؟ جبتهم مطرح ما جبتهم بقى ما يخصكيش. الفندق هنا بعيد ومتطرف، فأحسن من أي شقة. طب ما لو حد عرف مكاني هيلقط مكانك أنت كمان. لا ما كل واحد هيبقى متدرى في أوضته. إلا لو في ساعة الحظ اللي زي دي. هتغاب عليك، تموت انت في الغباوه زي عينيك. ايوه انا لسه راجعه. لا عدلتي بقى عليا لما تقدري، يعني نقعد نلم شويه. ما انت اكيد عندك اخبار عن البعد. طب ما تنطقي فرحيني. ما تهزريش، احلفي. لا يعني ما انا مش ملاك اكيد هفرح في مصيبتهم. ايه ده يا نهار اسود، انا اتسرقت، انا خدمتي اتسرقت. هي بنت الكلب دي مفيش غيرها، هي ونعيمه. حول ولا قوه الا بالله، هي نعيمه دي كانت مرات ابوكي. ست قلت الادب ومسرحه عصابه نار وحراميه. وانت مش كنتي متممه على حالتك قبل ما تسافري؟ يا ماما انا قافله الخزنه بايدي. والبنت سماح دي مش كنتي مشيتيها خلاص؟ غارت في 60 داهيه بقى لها كام يوم. طيب تبقى هي ازاي يا بنت الكلب؟ ده فيلم، ده فيلم طويل عريض اتعمل عليا، وانا عمال اقول مالها دي بتكسر الحاجه بقصد ليه؟ ومستبيعه كمان وهي ماشيه. دي كانت عايزه تفرج العماره كلها عشان تعمل عمليتها ومحدش سرقها. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني نهار ابوهم اسود بقى النهارده. يا مروه استني، طب كلمي حازم، ما تمشيش بدماغك يا بنتي.